خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد، فرأى الصبيان يلعبون، ووجد صبيا واقفا يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: ما يبكيك أيها الصبي؟ وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعاني: أيها الرجل، فإن أبي مات في أحد الغزوات مع رسول الله، وأمي تزوجت بغير أبي فأخذ داري وأكل مالي، فسيرتك ما تراني قاريا جائعا هزينا ذليلا. فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون، فتشدد حزني فبكيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن أكون لك أبا وعائشة أما وفاتمة أختا وعلي عما والحسن والحسين إخواتا؟ فقال له الصبي: أكيف لا رضى يا رسول الله؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتواصل به إلى داره، فأقامه وأليسه لباس العيد، فخرج الصبي يلعب مع الصبيان. كنت واقفا بيننا الآن تبكي وما يضيقك الآن؟ فقال لهم: كنت جائعا فشابعا، وكنت عاريا فقسيت، وكنت بغير آب فأسبح رسول الله أبي. وعائشة أمي وفاتمة أختي وعلي أمي والحسن والحسين إخوتي. فقال له الصبيان: يا ليت أباك
في إحدى الغزوات مع رسول الله. صلى الله عليه وسلم.